برجع مع حضراتكم مرة تانية دكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، مساء الخير على حضرتك. أهلا بيك أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ النهاردة سيادة الرئيس أطلق تصريحا مهما يتعلق بالبورصة وطرح شركة العاصمة في البورصة المصرية، ماذا يعني هذا التصريح المهم وأيضا دلالته إيه بالنسبة لكم وبالنسبة للبورصة المصرية بشكل عام؟ يعني أهلا بيك أستاذ أحمد، وقطعا النهاردة التصريح بتاع السيد الرئيس في غاية الأهمية، لأن هو المنحة بتاع أن الدول بتنمي أسواقها المالية بيبقى من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة. فلما تبقى هذه الشركات بهذه الأحجام التي أشار إليها السيد الرئيس، فده معناها أن احنا بنتحدث على نقلة نوعية فيما يتعلق بأحجام الأصول المتاحة للتداول لجموع المصريين، فده أول شق. الشق الثاني هو مرتبط بتمكين جموع المتعاملين في الاقتصاد المصري والمتعاملين في البورصة المصرية، إن هم يستفيدوا أيضا من الريع والمشاريع اللي الدولة بتعملها. فده رسالة أيضا في غاية الأهمية، إنه هذه المشاريع هي هتبقى ملكية عامة لجموع من الناس، لجموع الشعب اللي هو يقدر يكتتب في هذه الشركات، فبالتالي المنافع من وراء هذه المشاريع والريع او العوائد اللي بتدرها هذه المشاريع هتعود بالنفع على جموع المستثمرين اللي هم بيقدروا يخشوا في هذه الشركات. والشق الثالث اللي هو ايضا في غايه الاهميه، هو ان الدوله بتؤكد بجديه تعاملها بشفافيه فيما يتعلق بهذه المشروعات، لان اي عمليه قيد لما بتيجي تتم في البورصات لازم بيبقى فيه حد معين من الإصلاحات، حد معين من القوائم المالية بالنسبة لهذه الشركات، فده معناها أنها رسالة في غاية القوة لجموع المستثمرين سواء المحليين أو غير المصريين، أنه لا، الدولة بتتعامل بشفافية وبتتعامل بقوة مع ملفاتها، وعاوزة تعظم من أصولها المملوكة بطريقة شفافة وبطريقة يعني متاحة لجمهور المتعاملين. دكتور محمد، احنا بعد كلام سيادة الرئيس ده معناه ايه الإجراءات اللي بتتم؟ الاجراءات طبعا كده ان احنا بيبقى فيه دايما ما يسمى ببنك الاستثمار الذي يقوم بالترويج للاكتتاب واداره هذه العمليه. فاول الخطوات بتبقى ان الشركه الراغبه في عمليه القيد بتبتدي تختار ما بين الجهات اللي هي مترخص لها تعمل عمليه الاكتتابات دي او انها تروج لعمليه الاكتتابات. طب الجهه دي بتعمل ايه بقى؟ الجهه دي بتجيب حد قانوني عشان يراجع كل العقود اللي في الشركه، لو في اي قضايا بيتم الافصاح عنها، ما يسمى بالفحص النافي للجهاله بالنسبه للشق القانوني. وفي فحص نافي للجهاله ايضا بالنسبه للشق المالي. فبتيجي شركات المحاسبه متخصصه بيعينها بقى المستشار المالي المستقل ده، او بيعينها مروج الاكتتاب، يجي يقول له تعالى افحص لي كده القوائم الماليه بتاعه الشركه وتاكد لي ان هي الامور كلها ماشيه في الاطار وفقا للمعايير المحاسبه المصريه وما غيرها. وبيجي بعد كده فحص نافي للجهاله المرتبط بالاداريات. دي كلها الاجراءات الاعتياديه اللي بيتم اتباعها، بحيث ان في الاخر بيصدر عن هذه العمليه تقرير مجمع بيبقى فيه افصاحات كامله بالنسبه لكل ما للشركه من التزامات وما لديها من اصول، ما تقييم هذه الاصول. وبيجي الخطوه الرابعه ان بيجي حاجه اسمها مستشار مالي مستقل بيعمل تقييم لهذه الشركه تمهيدا لعمليه الطرح. انتهينا من هذه الاجراءات والتاكد ان كل حاجه ماشيه وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد والاجراءات، بتبتدي عمليه بقى الترويج للاكتتاب. بياخد بقى بنك الاستثمار الحاجات دي، كل هذه الاوراق وهذه الدراسات، بيبتدي يعدي على المستثمرين ويبتدي يتحدث معهم، ادي اهو ادي الشركه، ادي رايحة المستقبل جوه ولا بره؟ جوه وبره يا فندم الاثنين. يعني لو الشركه لم تخصص يعني فقط للاكتتاب للمصريين، ففي هذه الحاله بيقدر ان هو يروج داخليا وخارجيا بالنسبه